بس يا كابتن، هل انت القرار هيطلع خلال 48 ساعة؟ قرار حضرتك بتقوله ان خلال 48 بقول له ساعة. على الشهداء يقول لي القرار. لا انا يا عم خلاص القصة دي خليك يا كابتن. معايا لا الاول في موضوع الشرطة دي كمان يا كابتن خالد. كابتن طب معلش معلش انا هرجع لك انت تاني. بتحاسبك برضه بتحفر. لا والله انا مش عايز اعرف القرار، انا مش عايز اعرف. طبعا مش حضرتك مش هتقوله طبعا، يعني منطقيا لا يمكن تقوله، بس انا بقول ايه، هل خلال 48 ساعة هيتم الاعلان، وهيكون الاعلان مرتبط برد الاتحاد الدولي؟ شوف مجرد يا كابتن خالد ما يحصل القرار 100 100 هتلاقيني بعمل بقى اعلنه في مؤتمر صحفي. تمام، اذا القرار هيكون محصن من قبل الاتحاد الدولي. تماما.